أصدرت وزارة المالية عرضاً معلوماتياً توضيحياً بعنوان المواطن أولاً في السياسة المالية، وأكدت الوزارة أنها تستهدف بذل كل الجهد لمد مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي ومتوسط الدخل وتخفيف الأعباء بكل السبل عن المواطنين ورفع كفاءة الخدمات العامة وزيادة أوجه الإنفاق عليها. كما أشارت الوزارة إلى أن السياسات المالية تستهدف أيضاً دفع النشاط الاقتصادي والتنموي ودعم الإنتاج على نحو يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج المحلي، ومن ثم الحد من ارتفاع الأسعار بقدر الإمكان. وأوضحت الوزارة أن السياسات المالية تستهدف الحفاظ على استقرار الأداء المالي من خلال العمل على الانضباط المالي وخلق مساحة مالية كافية لتعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية. بحث وزير الموارد المائية والري هاني سويلم مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في مصر جيرمي هوبكنز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال التوعية المجتمعية بقضايا المياه وأهمية ترشيدها والحفاظ عليها. وأكد وزير الري أهمية مشاركة اليونيسف في فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه المزمع عقده في شهر أكتوبر القادم، والذي كان من المتوقع أن يشهد إقبالا كبيرا من المشاركين، خاصة مع عقد أسبوع المياه الأفريقية التاسع بالتزامن مع أسبوع القاهرة. أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أهمية تنفيذ الخطة التوسعية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، والتي تضم عددا من المشروعات الجديدة، من أهمها مشروع خفض الانبعاثات والذي يمثل تطورا إيجابيا في مجال الإنتاج الأخضر. جاء ذلك خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرنس للجمعية العامة العادية للشركة، حيث أشار بدوي لدعم الوزارة الكامل لهذه المشروعات وأعمال تنفيذها، موجها الشكر لإدارة الشركة والعاملين على الجهود المبذولة للوصول لهذه التطورات الإيجابية. افتتح محافظ سوهاج عبد الفتاح سراج معرض صنع في سوهاج الذي يضم مختلف الصناعات التي تشتهر بها المحافظة، كما يضم المعرض منتجات مصانع المناطق الصناعية بسوهاج. يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالصناعة بسوهاج ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال الافتتاح أكد المحافظ أن المعرض يأتي في إطار تشجيع الاستثمار والصناعات المحلية، مشيدا بجودة منتجات مصانع سوهاج التي تنافس المنتجات العالمية. النهاردة كان افتتاح معرض صنع في سوهاج، وده كان تتويج للجولات الميدانية في المناطق الصناعية في سوهاج، علشان نلقي الضوء على أهم الصناعات ورجال الصناعة اللي بيبشروا نشاط في كافة المجالات، سواء في المنتجات الغذائية، في الثلاجات، في الغسالات، في البوتاجازات. والحقيقة أن هذا المعرض أكد أن في صناعة في سوهاج، وهذه الصناعة صناعة تنافس الشركات الكبرى. وفي أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط بنحو 2%، وتراجع خام برنت إلى ما دون 80 دولار للبرميل، ذلك وسط تراجع توقعات المستثمرين لنمو الطلب من الصين أكبر مستوردي النفط. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 1.7% لتصل إلى 79.68 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.9% ليصل إلى 76.65 دولار للبرميل. يأتي ذلك فيما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة تصل إلى 2%
لتصل إلى 2.34 دولار للتر. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.37% لتسجل 2.12 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكر المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن نمو اقتصاد البلاد للنصف الأول من العام لم يتجاوز 6%. وأوضح المعهد الوطني أن اقتصاد تونس نما بنسبة تقدر ب1% فقط في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوياً.